فيديو النهاردة فيديو مهم جدا، وهو ازاي ننظف الزيت القديم الموجود عندنا. زي ما انتوا شايفين الزيت ده زيت قديم، انا مستخدماه اكتر من 3 مرات، حولته ونظفته بقى لونه كده، شايفين لونه حلو جدا ازاي. الطريقة سهلة جدا ومبتاخدش اي وقت خالص، يعني يدوب 3 دقايق فقط. ده الزيت المستعمل، زي ما قلتلكوا انا مستخدماه اكتر من 3 مرات، المفروض اي زيت ما نقليش فيه اكتر من 3 مرات. انا حطاه في كوباية عشان يظهر ازاي لونه، واوضح لكم الفرق بين لونه دلوقتي ولونه بعد ما نضفه. الزيت زي ما انتوا شايفين مليان شوائب، الشوائب اللي بتكون باقية من القلي هاخد طاسة الزيت وحطها على النار عشان الزيت يسخن متوسط، يعني مش عايزاه سخن قوي ولا بارد قوي، لا يكون يدوب متوسط. والزيت بيسخن هجيب حوالي 1/3 كوباية مية حسب كمية الزيت، او 1/4 كوباية مية، وهضيف على المية دي معلقة مليانة من النشا، وممكن تزودوا النشا عادي، يعني ممكن تكون مليانة قوي المعلقة او 2 معلقة صغيرين مليانين، وهقلب النشا في المية كويس جدا. بعد ما الزيت يسخن والحرارة بتاعته تكون متوسطة زي ما قلتلكو، هفضي النشا اللي دوبتها في المية دي في الزيت. وما تخافوش وتقولوا هو ينفع نحط مية على الزيت، لا دي عبارة مش مية، دي نشا ومية، يعني النشا ومية دي ما بتسخن بتربط ومع بعضها وبتكون كتلة واحدة. بعد كده هرفع طاسة الزيت على نار متوسطة وأقلبها بالمعلقة، هلاحظ ان النشا بالمية بالشوائب الموجودة في الزيت بتلزق فيها وبتتكون زي كتل جامدة كده شوية، يعني النشا بالمية بيلزق فيها كل الشوائب الموجودة في الزيت، وكمان بتصفي الزيت جدا، واي روايح في الزيت بتختفي وبيرجع نضيف تاني. هفضل اقلبها كده شوية، اقلبها بالراحة يعني حوالي من 2 لـ3 دقايق، او لحد ما الاقي كل الشوائب الموجودة في الزيت مسكت في النشا. وبس كده، دلوقتي هشيل الزيت ده من على النار، ممكن اسيبه يبرد وممكن اصفيه وهو سخن عادي خالص. دلوقتي هصفي الزيت، هجيب طبق، لو الزيت كتير نحاول الطبق يبقى كبير، ونحط في الطبق ده مصفى، وكمان نحط في المصفى منديل، ممكن كمان منديل قماش، وافضي الزيت كده، شايفين الشوائب كلها لزقت في النشا. دلوقتي هصفيها من المصفى، يعني هنزل الزيت النظيف، هجيب معلقة وهقلب الزيت بالشكل ده عشان ينزل كله، ومش هيتبقى في المصفى الا النشا مع الشوائب فقط. الطريقة سهلة جدا زي ما انتوا شايفين، وكمان سريعة جدا وما فيهاش اي مخاطر خالص، وزي ما قلتلكو الزيت ما ينفعش نقلي فيه اكتر من 3 أو 4 مرات. شايفين الشوائب وشايفين لون النشا بقى ازاي، وكمان ده الزيت اللي نضفناه، شايفين لونه رجع فاتح ازاي. دلوقتي هفضه لكم في كوباية عشان تشوفوا الفرق بين لونه دلوقتي والفرق بين لونه قبل ما ننضفه. لونه صافي جدا، الكاميرا ظلمة لونه كتير، اهو الزيت اهو نضيف خالص اهو، وجاهز للاستعمال مرة تانية. اتمنى فيديو النهاردة يعجبكم وتكونوا استفدتوا منه، واتمنى تشتركوا في قناتي وتفعلوا الجرس عشان توصلكوا الوصفات الجديدة، وكمان تدعموا الفيديو بلايك عشان يشوفوا ناس تانيين، وياريت تشيروه لاصحابكم وحبايبكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.